إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية جميل المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي يشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري والفرع من مدينة العرائش. ارتفاع كبير جدا درجة الحرارة، ورطب لكم الشمس قاصحة وكتضرب. ارتفاع مهول المتابعين الأوفياء متابعي قناة شوف تي في. دائما كما كتشاهدوا درجة الحرارة اللي مرتفعة بشكل كبير اليوم، دابا الصباح وصلت 33 درجة الحرارة. نطلب الله السلامة أكيد، نتمنى من الله أنها تكون لطفا وسلاما، وأن هذا الارتفاع المهول درجة الحرارة ما تسببش اندلاع في النيران. لأن ارتفاع كبير درجة الحرارة بمدينة العرائش. نطلب الله السلامة أكيد، نتمنى من الله كما قلت أن هذا الارتفاع المهول ما تسببش اندلاع النيران بضواحي العرائش بعد ما ارتفع اندلعت النيران السنة الماضية. درجة الحرارة اللي وصلت دابا في الصباح 32 و33 درجة، حرارة مرتفعة اليوم شمسة، وردوا بالكم خاصة أن الشمس هذه قاصحة وصعيبة تقدر تسبب في أذى، تقدر تسبب في أذى. وأكيد أن الشمس هذه ماشي صحية. لازلنا متابعين الأوفياء متبي قناة شوف تي في في البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش. ارتفاع كبير في درجة الحرارة في المدينة في الوقت اللي كنا كنتظروا فارغ الصبر نزول المطر، ارتفاع كبير في درجة الحرارة. هذه الأجواء متبي الأوفياء متبي قناة شوف تي في مباشرة من مدينة العرائش. حرارة اللي وصلت 32 و33 درجة، الله يرحمنا الله يكون معنا بطبيعة الحال، لأن جات الحرارة والله فينا لقد نفع جات الحرارة غير زايدة غير شوية كتأثر فينا، جات الشتاء زايدة كتأثر فينا. لأن يعني الإنسان خلق ضعيف، الإنسان هو هذا ما يقدرش يتحمل أكثر من الغيظ ديالو. الانسان ما يقدرش يتحمل اكثر من القياس. نطلب الله السلامة اكيد، نتمنى من الله انه هاد الحرارة تسبب في اذى وفي وفيات الناس. كما كتشاهدوا بعد ارتفاع ديال درجة الحرارة ولا طير يطير ولا إنسان يسكن، الدنيا خاوية، الحرارة مرتفعة واصلة ما يقارب 30 درجة الحرارة. الراجل ما قادرش يخرج يتمشى، ولا قادر يخرج يتسخر، وخاصة في الصباح هذا راه صعيب على الإنسان يخرج. نطلب الله السلامة أكيد، وكنعتذر
لا أرى كل حساسية عندي في الساعة في حساسية كتكلم تخليني ضيق، عندي مشكل ضيق تنفس. إذا هذه الأجواء متكلف فيها بالتبقالات شفت في بعض ارتفاع المهمل ديال درجة الحرارة اللي مرتفعة بشكل كبير، والله السلام أكيد. درجات الحرارة اللي وصلة ما بين 32 و 31 درجة.